كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بكل ما أوتوا من جهد ووقت وعتاد، تكافح المصالح الأمنية بكل ربوع المغرب عموما وبمدينة طنجة خصوصا على الحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق تفعيل مجموعة من الإجراءات التكميلية لتطبيق إجراءات الحجر الصحي وفق تعليمات ولوائح السلطات العمومية. دوريات راجلة وراكبة ومصالح معلوماتية تنتمي لأسرة الأمن الوطني تسهر على وضع نقاط مراقبة على محاور عديدة من الشوارع والأحياء، ناهيك عن الحواجز الأمنية المتواجدة على مختلف مخارج ومداخل المدينة. تطبيقات معلوماتية متطورة من طرف مهندسي وخبراء الأمن الوطني تم وضعها رهن إشارة الموظفين من هذا القطاع بهدف رقمنة عمليات المراقبة الأمنية وتفادي إساءة استعمال وثائق الخروج الاستثنائية وضمان التطبيق السليم لإجراءات الطوارئ الصحية. التطبيق السليم والحازم لكل الإجراءات الصحية والوقائية كان شعار المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توطيد الأمن الصحي للمغاربة من جهة وتحسيسهم بخطورة الوباء من جهة ثانية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.